إلى القلب لنا ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدمى بلادي هو في قلبي أنا. نحن باقون هنا، هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا، وهي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، وهي السقف الذي نأوى إليه، وهي الصدر الذي يدفئنا، وهي الحرف الذي نكتبه، وهي الشعر الذي يكتبنا. كلما هم أطلقوا سهمها عليها غاص في قلبي أنا. فلتتفضل الشيخة الدكتورة سوى الصباح لتلقي كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم. ما في صوت. تفضلي المايك. Thank you. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الجميل أشكر الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح، وزير الشباب، وزير الإعلام ووزير الشباب، وأشكر اللجنة والقائمين على هذا العمل الحضاري. 50 عاماً أيها الأحباء وأنا أمشي في هذا الطريق، ألملم الأحجار وأتزين بالأزهار، ومعي رجل بحجم هذا العالم، ساعدني وساندني وآزرني وأطلقني في مدارات العلم والثقافة. فأي تكريم لي أهديه إلى سيدي ومعلمي وصديقي وأبي ورفيقي الزمن الجميل، زوجي الشيخ عبد الله مبارك. وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المتألق دائماً في سماء الإنسانية، وإلى أبنائي وبناتي وأحفادي وحفيداتي وأخي، وإلى كل من أطعمني حرفاً فأنا له عبداً. شكراً، والشكر موصول لكم، لكل كويتي ولكل كويتية. فأنا انطلقت من هذه الأرض إلى حدود الشمس، شكراً لكم، وتحيا الكويت.
فليتفضل معالي الشيخ سليمان الحمود الصباح ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب. ويتفضل ممثل اللجنة العليا المنظم لمهرجان هلا فبراير ومدير تحرير جريدة الأنباء الكويتية. أما الآن جمهورنا الكريم، نترككم قبل الحفل الغنائي مع هذا الفيلم المسجل عن نجمة الليلة، نجمة ليلتنا الكبيرة اليوم السيدة ماجدة الرومي. من يوم ما عرفتها عرفتها مبدعة كبيرة، ومن يوم ما عرفتها شعرة سكن قلبي. تقديري لإلها عظيم كان وهيك رح يبقى على طول، لأنه شعر أمير مطرز بجواهره ورافل بمجده، والأهم من هيك لأنه إنسان شاعر دايب بنبله دايب بأنوثته. صدقوني بس قول سعاد الصباح ما بقدر شوف إلا حقلة ورد، إلا سهلة قمح، إلا سرب طيور، إلا بحر ونورس، إلا جبل ومغطي الغيم. ما بقدر شوف إلا جبين عالي ومرفوع، إلا وطن مسيج بالكرامة، إلا سلام بلوحلي وقلبها القد هالقد هالقد فاتح بوابه ليستقبلني. هاي سعاد الصباح، هيك كانت هيك رح تبقى طول الأزمان بقلبي، وإبداعها بالنسبة لإلي تاج، وتكريمها اليوم هو تكريم لإبداعاتها، وهي مستحقة مستحقة كل تقدير. وتكريم لإلها بيعني كمان تكريم لكل سيدة بتآمن بالفرق، إنها قادرة تعمل الفرق بالحياة، وبتآمن إن النص المكمل للرجل يلي قادرة لو انحطت إيدها بإيده تعمل المعجزات. سعاد أنا بحبك يا دكتورة، أنا بحبك يا أميرة الأميرات، بقلبك ونفسك قبل لقبك محبتي لقلك قد من هون لعندك بهالوقت. فبراير يا 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 إيش صاير؟ فبراير يا يا فبراير إيش صاير بحلاوة
فبراير يا الخير بكل حضورنا الكريم اللي منورنا الليلة. أكيد أقول كل عام والكويت بخير يا رب، وطبعاً انطلاقة أولى للحفلات الغنائية من مهرجان فبراير 2015 اللي نحتفل فيه هالمرة في دورتها 16. وأكيد أحب أرحب بكل من يتابعنا خلف شاشة تلفزيون دولة الكويت، وأيضاً عبر أثير الإذاعة 103.7. وطبعاً أرحب بكل الحضور من وين ما كنتوا، هلا وسهلا فيكم في الكويت في حفلتنا لهالليلة. للحديث عن السيدة ماجدة الرومي نحتاج كلمات ليست كالكلمات، تصف صوتاً يمتد على كل مساحات الجمال من أقصاه لأقصاه. ماجدة صوت الحب، الوفاء، ميناء السلام الذي يحملنا على أجنحة الخيال والحلم إلى العبير، الزهور، المشاوير، الأمل، الفرح، الصداقة، الوعد، وكل ما هو جميل وراق مثلها تماماً. غابت عنا طويلاً وغنينا لها عم يسألوني عليك الناس، وها هي تعود إلينا لمسرح هلا فبراير 2015 لنغني لها ما حدا بيعبي. صح لسانكم. خلوني أرحب وياكم في البداية بالفرقة الموسيقية الموجودة معنا على المسرح بقيادة المايسترو الأستاذ إيلي العليا. أهلا فيك، هلا وسهلا، نورتنا. أهلا بالسيدة ماجدة، تضيء ليلتنا ببهاها وسناها، وتضيف لروعة الذكريات روعة بريشة الحاضر بسحر النغمات والكلمات على جسر من الحب يمتد من لبنان إلى الكويت وتبنيه ماجدة بصوتها. وجودها بيننا اليوم أكيد والليلة تحديداً يشكل إضافة تكرس وترسخ من مهرجان هلا فبراير، كنا في طليعة المهرجانات على مستوى العالم العربي، حيث يطل أكيد في هذا المهرجان حفلات قادمة أيضاً فيها نجوم من القمة في الكويت راح يغنون إن شاء الله لأعيادنا وفرحتنا، وراح يشكلون هالنجوم وياكم يا جمهور الكويت
وكل اللي تعانى لنا من برا. القائمة الذهبية، مع بعض الرحب بالسيدة ماجدة الرومي.
شوفونا تعال شو بقول خبرني لكل الناس طير أمالي من الهوى معاي نتلاقى سوا بيريد الهوى معاي نتلاقى سوا السعادة أصدقائي جميعاً مساء الخير مساء الكويت الحرة مساء أهل الطيبين وناسة وصحابة يلي استقبلونا بالترحاب منروح ومنرجع والكويت هي هي القلب الفاتح بوابه ليستقبلنا بكل الحب الفرقة الموسيقية وأنا الفرقة الموسيقية وأنا الفرقة بقيادة إليل عليا ونحن جميعا نتمنى للكويت الحبيبي دوام العز ومنتمنى السلام يبقى مخيم على أرضه ومنتمنى أنه عينين ربنا ما تفارق حبة تراب من أرضه لحظة واحدة يا كويت المحروسة من ربك عليك ألف سلام نتمنى لكم معنا سهرة طيبة بتشكر حضوركم اسمحوا لي قبل ما ابتدي بأغاني الحب والسلام يكون إلي وقفة صغيرة مع نشيد الشهداء نشيد بقصد فيه كل الأبرياء يلي سقطوا على امتداد الأرض العربية علا هالقصيدة تكون صلاة توصل للسماء وعلوا هالدم البريء يستحق لقلنا سلام لكل العالم العربي بالعمودية ما رح
يا هالناس يكفي حروب تاخد أغلى رجالنا، يكفي الحقد يهد قلوبه تتكسر أمالنا. يا هالناس يكفي حروب تاخد أغلى رجالنا، يكفي الحقد يهد قلوبه تتكسر أمالنا. نعلم تحت لسلم دروب يكفي نقابل حال، نعلم تحت لسلم دروب يكفي نقابل حال، نعلم تحت لسلم دروب يكفي نقابل حال، نعلم تحت لسلم دروب يكفي نقابل حال. ما ضل بهالأرض شعوب سلك ابتدي خليني احلى يا انا منك ولي اهتدي، خدني حبيبي عالهنا انسلك ابتدي خليني احلى يا انا منك ولي. We'll
عيني صور إنه هالعالم إلنا وإني بإيدي إنه الليل المجنون مغازل Keep on up.
قلبي ملا.
أنا وعد ودعك وتقسى علي واسمع مرق أنا وعد ودعك وتقسى علي واسمع حسيت لما أمشي وبخاطري كل فيه حسيت لما thank you.
جدا وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراقب وأعرف أني سأهزم جدا برغم الدموع ورغم الجراح ورغم التجارب أحبك جدا جدا What?